كي كان مازال اسمي سيرتا، ما ننساش شاب متميز كان في قلبه حب كبير للبلاد وشعبها، أرضها وجدادها، تاك فاغيناس. كان صغير في العمر، شباب فائر وكله حماس. كان عاش في زمان الملك يوبا الثاني، ما كنتش عاصمة ذاك الوقت، غير مدينة في مقاطعة منسية. بالصح كنت على علم بكل ما يصير في هاد الأرض الكبيرة اللي كنت عاصمتها. يحكيو باللي ناس كانوا يزوروا القبر اللي بناه يوبا لزوجته كليوباترا سيليني، الضريح الملكي اللي تسمى من بعد يدر علاش قبر المسيحية. ومن بعد في طرقاني، في حماماتي وفي دكاكيني، اسم واحد كان شايع، تاك فاغيناس، اسم يتنطق غير بشوية كيف الرومان. وبسرعة كثير من ولادي في سرية تامة التحقوا بهذا البطل الجديد. تاك فاغيناس كان في الأول مثله مثل ماسينيسا ويوغرطا، جندي في الجيش الروماني، فيه اللي تعلم فنون الحرب. بالصح يدرى الإهانات اللي لحقاته والظلم اللي حس بيه، باش قرر الهروب من هذا الجيش والحرب ضد المستعمر الروماني. جمع كثير من المقاتلين اللي عانوا الظلم والعنف والبؤس، كون جيش مشى معه للحرب. من بعد التحقوا به مقاتلين بعثهم القائد مازيبا وبعض القبائل. وكما أكد من بعد المؤرخ الروماني تاسيت، تاك فاغيناس ما كانش مغامر، كان قائد من الطراز الأول. مدة 7 سنين طوال تاك فاغيناس تحدى جيوش الإمبراطور تيبير ويوبا. اسمه رجع معروف وانتصاراته صارت بلا حساب. بعد المواجهات المباشرة ضد الجيوش الرومانية غير استراتيجيته واختار حرب العصابات، هذا اللي خلاه قوي وصعب انه يتحكم. كان واثق من نفسه وهذا اللي شجعه باش يقترح على روما السلم مقابل الاستقلال. روما ما حملتش هذا الاقتراح، وهي ثاني غيرت في الحسابات. الرومان رجعوا لسلاحهم القديم، الرشوة والخداع. تاك فاغيناس خدعوه أهله. في وقت راحته هاجموه جنود رومانيين كانوا كلهم رغبة في الدم والثار، اختار الموت في القتال في عود السجن. كان هذا عام 24.